قدرة الرب عظيمة، فهنيئا لمن يتغير بالنعمة. تكلم يا رب في أذهاننا، المس يا رب قلوبنا، افتح يا رب أبواب نعمتك فتستنير بصائرنا وتتوجه خطواتنا نحو ابنك يسوع المسيح لنحيا كلمته. كثيرا ما نسمع سيستر ومن لا يكذب، هنالك كذبة بيضاء وكذبة سوداء. نحن نكذب مع أننا نعلم أن الكذب رذيلة وأن الشيطان هو كذاب وأبو الكذب، إذ يقول عنه يسوع المسيح في إنجيل القديس يوحنا: ما ثبت في الحق لأن لا حق فيه. هو يكذب والكذب في طبعه لأنه كذاب وأبو الكذب. إذا مفتاح التحرر من الكذب ومن العبودية للشر هو الحق، فتمسك بالحق، تعلموا الحق والحق يحرركم. ويقول يسوع المسيح عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. نحن نعلم الكثير عن أسباب الكذب وعواقبه علينا وعلى الآخرين، وفي الحقيقة من يكذب فهو أولاً يهين الله ويكذب عليه، إذ يذكر لنا سفر أعمال الرسل عن حنانية وسفيرة عندما كذبا في شأن ثمن بيع الحقل وأرادا تقدمة هذا الثمن للرسل. وقف بطرس أمام حنانية قائلا له: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ كيف نويت هذا العمل في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على الناس. لماذا نكذب؟ وهل يصبح الكذب سهلا بسبب أطماعنا الشخصية؟ هل نكذب لأننا خائفين أم لأننا متكبرين؟ دعونا اليوم نعكس هذه الأسئلة لنسأل أنفسنا في ذات الموقف: ماذا لو تكلمت بالصدق؟ ماذا لو اختبرت ثمار الصدق في حياتي ونلت قوة هذه الفضيلة الروحية؟ لأن قوتها من قوة الله، فإن الله صادق ليس فقط في أفكاره وأقواله وإنما في نواياه أيضا. ماذا لو أدركت حقيقة أن كرامتي وقوة شخصيتي وإيماني تظهر من خلال صدقي؟ ماذا لو تحملت أكثر مسؤوليتي في بناء جسد المسيح من خلال عيشي لفضيلة الصدق لا أن أهدمه بالكذب؟ يقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس: امتنعوا عن الكذب وليتكلم كل واحد منكم كلام الصدق مع قريبه، لأننا كلنا أعضاء بعضنا لبعض. ماذا لو انتبهت أكثر للذين يعتقدون أنهم يجدون قوتهم في الكذب وإذ بهم يخزون؟ فاستقامة ونزاهة المستقيمين تهديهم وعوجاج الغادرين يهلكهم. ماذا لو تساءلت عن هذا الرابط العميق بين الحق والمحبة؟ فإذا عملنا للحق بالمحبة فإننا سننمو في كل الوجوه نحو ذاك الذي هو الرأس، أي نحو المسيح. ما أروع إيماني، ما أسمى كتابي المقدس، ما أعظم حياة وتعاليم ربي وسيدي يسوع المسيح وكلماته الإلهية. ما أثمن عطية الروح القدس الذي يعلمنا ويرشدنا إلى الحقيقة كلها. فاثبتوا إذن متمنطقين بالحق ولابسين درع البر والاستقامة، وصلوا معي من أجل حماية النفوس من شر الكذب وعواقبه في حياتهم. آمين. شكرا لإصغائك لموضوع الصدق، متمنية لك كل خير روحي، وأدعوك أن تختبر معي تدريبا روحيا حول ممارسة الصدق في حياتك من خلال ترداد الآيات التالية في يومك والتي ستظهر بعد قليل أمامك. سلام المسيح معكم، وبركة ومحبة ونعمة أم مريم العذراء ترافقكم دائما.